التقت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عثمان ديوني على هامش الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024. وشهد اللقاء متابعة المباحثات الفنية بشأن مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ ضمن برنامج نوفي الذي نتج عن دمج مشروع تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا ومشروع إنشاء نظم الإنذار المبكر. وتضم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك الدولي 13 مشروعاً بقيمة 6.7 مليار دولار في مجالات عدة ومنها التعليم والصحة والنقل. في إطار جهود الدولة في دعم القطاع الخاص ودعم قطاع الصناعة ورؤيتها في خطة الإصلاح الهيكلي، أكدت الحكومة أن مصنع الشرقية للسكر يعتبر أكبر مصنع لإنتاج السكر من البنجر ضمن أكبر مصانع الشرق الأوسط. هذا ويتميز مصنع الشرقية للسكر بامتلاكه أحدث معدات في الشرق الأوسط عن طريق التعاقد مع شركات ألمانية وفرنسية وبلجيكية. اهتمام الدولة بدعم القطاع الخاص ودعم قطاع الصناعة الذي هو محورها ورؤيتها في خطة الإصلاح الهيكلية، برز الاهتمام الذي توليه الحكومة بمصانع القطاع الخاص أو التي تتشارك معها، لا سيما في إطار جهود الدولة للعمل على تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج أو زيادة الصادرات لجلب موارد دولارية أكبر. الحمد لله مصنع الشرقية للسكر بيساهم بحوالي 15% من إنتاج السكر في مصر. إحنا البنجر المشغول عندنا بيوصل ل 2 مليون طن، بننتج حوالي 250 ألف طن سكر أبيض. الحمد لله المصنع قايم على أحدث تكنولوجيا في العالم. مصنع الشرقية للسكر بمدينة الصالحية الجديدة واحد من تلك المصانع التي أولتها الدولة اهتماما كبيرا، فالمصنع تم إنشاؤه على مساحة 1,800,000 متر مربع. في إطار اهتمام الدولة المصرية بدعم القطاع الخاص ودعم قطاع الصناعة بصفة أساسية، وهو المحور الأساسي في رؤية الدولة وفي خطتها للإصلاح الهيكلي، فإحنا كان مهم جدا أن إحنا نزور بعض المصانع اللي احنا كمشاركين فيها، سواء كان من خلال المؤسسة الإسلامية لدعم القطاع الخاص وتمويل التجارة ومصر، وأنا محافظ مصر في البنك الإسلامي. المصنع يوفر حوالي 15% من احتياجات السوق المحلية من السكر، ويقوم بتصدير نحو 65 مليون دولار سنويا لدول مثل الصين وكوريا ودول أوروبا، ويوفر وظائف لنحو 713 عاملا وموظفا بشكل دائم، إلى جانب نحو 350 عاملا من العمالة الموسمية. استكمالا للتعاون اللي بيننا وبين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص اللي هي أحد المساهمين وأكبر المساهمين الموجودين في الشركة، وكان الغرض من الزيارة هي يعني الاطلاع على آخر المستجدات في المصنع وبيشوفوا بالضبط المصنع وصل لغاية فين. لو نتكلم على المراحل اللي بيمر بيها البنجر في التصنيع، البنجر من أول ما بيدخل أول محطة بيمر عليها في المصنع بتبقى محطة الموازين، بعد محطة الموازين بتتوزن السيارة علشان نعرف بالظبط الوزن بتاع البنجر الموجود عليها قد ايه، بتخش على معمل الاستقبال، في معمل الاستقبال بياخدوا عينه من كل عربيه علشان يعرفوا درجه الحلاوه اللي موجوده في البنجر. الاثنين دول الوزن والحلاوه اللي بنقدر نحاسب عليهم المزارع اللي مدخل البنجر في المصنع. المصنع يعتبر اكبر مصنع لانتاج السكر من البنجر داخل مصر وضمن اكبر مصانع الشرق الاوسط، حيث يتميز بامتلاكه لاحدث معدات في الشرق الاوسط عن طريق التعاقد مع شركات المانيه وفرنسيه وبلجيكيه. مصنع الشرقيه للسكر بمدينه الصالحيه الجديده يستخلص السكر الابيض من محصول البنجر مع تصديره للخارج، وتبلغ طاقته التشغيلية أثناء موسم البنجر 12 ألف طن يومياً بإجمالي 1.6 مليون طن سنوياً، وتنتج منها 250 ألف طن من السكر الأبيض بالإضافة إلى 100,000 طن من الأعلاف الحيوانية و100,000 طن من الملاس وتصدر للخارج. وبدعم الدولة للقطاع الخاص وتطوره حصل مصنع الشرقية للسكر بمدينة الصالحية الجديدة على العديد من شهادات الجودة، وهو مصنف ضمن القائمة البيضاء لهيئة سلامة الغذاء.
في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط، حيث تقيم الأسواق أحدث تعليقات من البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة بظل التضخم العنيد، في حين دعمت مؤشرات على تزايد الطلب الموسمي على الوقود في الولايات المتحدة الأسعار، وارتفعت العقود الأجل الخام برنت بنسبة 26% إلى 81.57 دولار للبرميل، كما ارتفعت خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 48% إلى 77.24 دولار للبرميل، وكذلك ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 14% لتصل إلى 42.40 دولار للتر، وهبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.32% لتسجل 2.6 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تراجعت بورصة الإمارات تحت ضغط من انخفاض أسعار النفط الخام بعدما أثارت بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة وألمانيا المخاوف من أن التضخم قد يطيل فترة بقاء أسعار الفائدة مرتفعة وبحد من الطلب على الوقود، وهبط مؤشر أبو ظبي بنسبة 0.6% ليصل إلى أدنى مستوى في أكثر من 27 شهرا، ونزل مؤشر أبو ظبي بنسبة 2.3% في أكبر انخفاض أسبوعي له منذ منتصف أكتوبر. وانخفض مؤشر دبي بنسبة 0.3% عند الإغلاق وخسر 1.4% على مدار الأسبوع ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أواخر ديسمبر. تراجعت الأسهم الأوروبية وفي سبيلها لتسجيل أكبر نسبة انخفاض أسبوعية في أكثر من 5 أسابيع في وقت ظهرت فيه مؤشرات على استمرار ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة وتعافي اقتصاد منطقة اليورو، ما أدى إلى تقليص آمال تنفيذ بنوك مركزية كبرى لخفض أسعار الفائدة هذا العام. وهبط المؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة 0.7%، وتعرضت أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية الحساسة لأسعار الفائدة لأكبر خسائر، وهبط مؤشر قطاعها بنسبة 1.4%، وتلاها قطاع شركات المرافق ثم البنوك. ارتفع احتياطي روسيا من الذهب والعملات الأجنبية بنسبة 0.9%، مسجلا بذلك أعلى مستوى له منذ عامين، وكشف البنك المركزي الروسي عن صعود احتياطات روسيا الدولية خلال الفترة من 10 وحتى 17 من مايو الجاري بمقدار 5.3 مليار دولار لتصل إلى 603.7 مليار دولار، وكانت الاحتياطات قد وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق البالغ 643.2 مليار دولار في فبراير 2022. تباطأ التضخم الأساسي في اليابان للشهر الثاني على التوالي في إبريل، ما يشير إلى على الأرجح لأن بنك اليابان سوف يتحلى بالصبر في رفع أسعار الفائدة حيث لا يزال الاستهلاك هشا. وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على مستوى البلاد والذي يتسنى المواد الغذائية ويستثني المواد الغذائية قد ارتفع بنسبة 2.2% على أساس سنوي بعد ارتفاعه بنسبة 2.6% في مارس، وانكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 2% على أساس سنوي في الربع الأول بسبب ضعف الاستهلاك، في حين انخفضت الأجور الحقيقية المعدلة حسب التضخم لمدة عامين متتاليين حتى شهر مارس، مع تجاوز ارتفاع تكاليف المعيشة المتزايدة في الأجور الأساسية.